بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أبو عليان يشرح لنا طريقة تقليم التربية. طبعا قد بدأ في البعض هناك والآن عادي على سبيل المثال. كيف أبو عليان؟ أبو تركي شوف هذه كعرة كم واحد؟ على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. على فكرة التين مهما كان ستة ولا سبعة ولا عشرة ما هي مشكلة. تمام؟ يعني كم أهم حاجة أن تتفنط العروق الأغصان حقة الشجر تتفنط، والعرق اللي داخلي هو اللي حنشيله. ممتاز. أما بعضهم يقول لك لا التين يقوم على عود ولا على عودين، هذا كلام. التين بالذات يقوم على كل العيدان. ممتاز. أهم حاجة أنك تفنط للعيدان، لا تخليها راكبة على بعض. ممتاز. بس نبدأ نقول بسم الله. زي هذا العود، شوفوا عود داخلي في النص يا أبو تركي، هذا إحنا بنستغني عنه، بنحاول أن نستفيد من العيدان الخارجي. الآن نتخلص منها. العيدان إيش؟ الداخلية. اللي تخش هذه بنتخلص منها الآن. تمام ولا لا؟ بحيث يكون القص وين؟ ممتاز. يعني القص على حد العود. أيوة على اللحم. شوف شوف هذا برضك داخل في متداخل لازم ينشال. ها. شايف كيف؟ وهذا؟ ممتاز. هذا برضك ما أبغاه. نعم. لازم ينشال. لأن لو جاء برعم، لو زاد برعم ولا شيء يطلع منها غصن ثاني. احنا ما نبغى. هذا واطي، شايف كيف ابو تركي؟ ممتاز. هذا برضك ممكن يغطي علي انا. ممكن يغطي عليك. صح ولا لا؟ بعدين. صحيح. نعم. هذا هنا شايف العين ابو تركي؟ ايه. لازم يكون العين. اي مش اخليه 10 سم بينها وبين العين. لا. ممتاز. ممتاز. شايف؟ الله ينور. ايوه تكون قريبة من العين. قريبة من العين. طبعا هذا التقديم مو زي تقديم الشجر التربية الثانية. لا كل شيء لها طريقة. أيوة علشان ما يقول كمل. ما أدري شوف شوف يا أبو تركي. لما إحنا نقص ونخليه فوق العين حيطلع لي هذا حيتخش فيه الحشرات وحيخش فيه الدود. هذا قصدي أنت لما تيجي تقص قريب من العين، فهمت علي ولا لا؟ قريب من العين. شايف كيف يبقى ميت هو. أيوة لا وتخش فيه الحشرات. وتخش الحشرات. هينا شوف كيف. ممتاز. شايف كيف على كم انا خليته يا ابو تركي؟ ما شاء الله. شوف الطريقه جميع الاشجار اللي جايه من تحت لا طالت. ايه بدنا نخفف منها ان شاء الله. شايف إيه. شوف العين ابو تركي. نعم من عند العين بالضبط. أيوه. شوف ايش العود هذا؟ هذول الاثنين طالعين لفوق. ايوه تمام. ايوه هذا منطلق هذا في الجنب. هذا العود منطلق للجنب يبي يضايق الشجره ذيك. الله. اذا ايش نسوي فيه؟ ابغى اشيل. نشيل ابوه. ومن وين اشيله؟ من اخر من حد ال نعم من اخر حد العود. صليت على النبي؟ اللهم صل عليه وسلم. هذا التقليم التربيه المطلوب والمرجو من الجميع اتباع هذه الطريقه. ما شاء الله تبارك الله. كذا الشجر شوف على كم قامت. ما شاء الله. ما استغنيت على واحد منها الا اللي في النص. ممتاز. عشان التهويه وال الاضاءه. نعم. واحنا ماشيين كذا. ما شاء الله تبارك الله. هذه الله. طبعا تختلف الاشجار، في اشجار كثيره واشجار اقصد اغصانها كثير. ممتاز. هيا جينا عندها. هذه شوف هذه سناف. هذه انا بستغني عن العود هذا. جدير هوائي ولا غير هوائي؟ ما شاء الله. هذه جاهزه مجهزه ما عندي مشكله. قلت لي غصنين النايمه هذه. ها ايوه هذه ما تلزمنا يا ابو تركي. ما شاء الله تبارك الله. نطلع هذا عشان ما نقصه الا بس شوف مجدر عليه. مجدر. نعم. ما شاء الله تبارك الله. عندك ورق. عندك عندك بيري لك تعال. ايوه طبعا كل اشجار حسب العمر وحسب حنا الان في مرحله التربيه ولا لا يا ابو عليان؟ اي نعم مرحله التربيه. يعني بعدين لما تكبر الشجره ابغاك تدور هذه كيف يا ابو تركي لو سمحت. ما تقدر تسوي لها هذه. شوف شوف كيف نظيفه ما شاء الله تبارك الله. نعم ما شاء الله جزاك الله.
هذه بتطلع بجذورها بس تخلص السنة. هذه ما شاء الله شجرة طالعة بجذورها، يعني تعتبر شجرة كاملة اللي بيطلع ابو علي هذا الحين. الله ينور عليك ما شاء الله، يعطيك العافية. انت ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الحين هذه الشجرة الآن يا ابو تركي اللي حنستخدمها ان شاء الله للإنتاج، تمام؟ نعم. شوف العود هذا وين داخل، هذا اول واحد بينشال. طالعوا يا جماعه الخير، هذا العود داخل. نشيله، اسمع الكلام، وهذا من هذا داخل جوا نشيله وشوف ايه المستقبل. الان العود كمان، لكن بعد هذا برضك داخل يا بتوع. هذا داخل نشيله، اي شيء الحين فضيت منه يغطي الوسط نشيله، وبعدين نبدا نقلم بشكل اعتيادي زي العاده. لكن اهم شيء الحشو اللي جوا اللي يمنع دخول الهواء والاضاءه نشيله، هذا اهم ما في موضوع التقليب. وعند ابو عليان ملاحظه يبغى يقول لكم هذه الشجره الان. نعم. ابغاك تقول لي انت يا ابو تركي فين العود اللي نشيله نهائيا وفين اللي نخليه؟ تختبرني انا قدام متابعين؟ معليش ما هي مشكله، ها؟ كلنا نختبر بعض. هذا اللي عندك انشال، هذا ينشال وهذا هذا اللي عندك النايم انشال. ايوه بالابو ايوه تحت. جميع الاغصان هذه اللي داخله بتسبب حشو في داخل الشجره تنشال. طبعا هذا اللي رايح ينشال. واحد اثنين ثلاثه حلوين، ممتاز. نعم تبقى على الثلاثه الرئيسيه. ايوه ما نزيد، هذا اللي عندك انشال. ايوه عليه اللي في يدك انشال. الله ينور عليك يا ابو علي، عسى نجحت يا ابو علي. ان شاء الله ناجح. هذه كان بتصير شجره بس ما صارت. يلا ايوه سلمت يا ابو علي. العين وين متجهه؟ العين هذه متجهه صوب نايمه، وهذه وين؟ متجهه جهتي. وهذه وين؟ ما شفتها برضك كذا طايحه. طبعا العين هي هذه طبعا. يا سلام، ليش؟ لان لما تفطر بتفطر كذا، مش بتفطر كذا. تمام؟ ممتاز. ايوه ممتاز، وخصوصا في الحاجات بطلع. اللي كذا اي نعم، تركز على العين اللي متجهه للاعلى للي فوق. ايوه هذه للاعلى. هذه عيون يا جماعه الخير، هذه اللي تشوفونها عيون، بكره بتجي عيدان ان شاء الله باذن الله تعالى. اتمنى اكون استفدتوا من هذا الدرس ابو عليان، والله اني احاول اعطيكم كل صغيره وكبيره. نسأل الله ينفع بعلمنا وعلمك يا ابو علي، يجعلها صدقه جاريه باذن الله تعالى. وهذه بعد التقليم جايه بالشكل هذا. اختبار علم. ايوه تمام. والثاني هذا نايم، اللهم ثبته عند السواء. نايم لا نايم كذا. هاي علم، ايش تخلي وايش تخطط؟ اي نعم، شوف انا ما بخلي الا واحد اثنين بس، والباقي كله بشيل. الباقي كله بشيل، بخلي الاثنين هذه يا ابو تركي. ايوه بخلي هذا وبخلي هذا، والباقي كلها بتنشال. تمام يا ابو تركي؟ ممتاز. في لي مويه هنا؟ لا. لا عندك لا. خلي قص علم، خلي يريحك شويه يا ابو. ما عليه ما شاء الله عليك. شيلوا يا علم يلا. شيل عشان هذا ممكن فائدة شجرة. ما في أحلى منها إلا أنت. وفي بركة. ممتاز. أما إني أخلي المسدح على الأرض. ممتاز. أي غصن مسدح على الأرض لازم ينشال. أيوه. شوف كيف الجذور حقتها. تعال يا مين اللي كان معي أول؟ علم. هذا أيوه. أشيل علم. هذا. وريني أشوف مين أنا أشيل. حلو ممتاز، اذا نشيل هذول. ايه باقي كله تمام والله يا علم، 100 كويس. شوف يا علم بابا، من الزيرو من هنا يا علم. شوف يا ابويا، من الزيرو من هنا، ما في من فوق من هنا يا بابا، ما في من فوق. اوكي من هنا من على حد الوصل تماما. نص تمام ابويا. هذا برا. نعم. وهذا برضك برا. تمام. برضك من اخر يا علم. من اخر. لو في عين يجي شجر، ما نبغى شجر. هذا فوق. عيد بالله نفس المعلومة هي. شوف يا ابو تركي. ايوه. هنا وين العيون هنا؟
ما في ما فيش ولا عين ولا عين كلها ساقطه تحت كلها ساقطه تحت هذه العين اللي فوق عشان هذه العين عشان يطلع لك هذا محل العين موقع العين هذا عشان يطلع الفطاره هذا مكان العين الفطاره تيجي كذا ان شاء الله ممتاز تمام خلاص لا تتكلمون من عند عين متجهه للاسفل ايوه ممنوع ليش لانه بيجي التقليم تحت ايوه التقليم على العين السفلى ما ينفع ممتاز التقليم فن ما هو اي واحد يقلم يا جماعه اذا ما في خبره في التقليم لا تتسرع ما شاء الله ما شاء الله ممتاز هذه شجرتك بعد التقليم ما شاء الله تبارك الله حلو كيف يا علم انا كله بر فين 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 اللي بر حقين هذا كويس ها ايوه وش ثاني هذا هذا ايوه ايوه هذا كويس ايوه ثاني هذا كويس وهذا كويس برضك يا علم كويس شوف باقي كله برا وهذا كويس وهذا كويس وهذا كويس ورينا الشيل يلا شيل بسرعه شيل شيل بسرعه يلا شيل اول حاجه وبعدين نشوف احنا كيف تمام انتبه اللي اللي بعيد من تحت يعني من الاخر من اخر ابني ترى قصه يمكن تمام هذا لا تشتغل فيه مره هذا ابدا المقص هذا ما ممتاز خلي علي من اللي يقول لك ايوه يلا انت خذ يلا ايوه شوف كيف على طول معلوم ما شاء الله ايوه ايوه فين رحت تمام واختيارك هذه احسن من هذه ليش لان هذه عينها برا ممتاز لا لا هذا على طول معلم ما شاء الله ممتاز توكل على ممتاز ايوه لا خلي طويله شوي عشان يجي عقلها تحت لا 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 تحت 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 يدك تحت يدك ايوه تحت تحت ايوه ايوه عشان يجي هذا عقله شجر زياده جديد ايوه ممتاز ايه يبغى لنا سرعه يا علم ما كذا بنبطي عظم برا برا ما ابغى من اصله بنبطي عظم بسم الله ما شاء الله تبارك الله وعليان عجبتني كلمة قبل شوي تقول قبل ما يقص الواحد ايش يسوي يتفرج على الشجرة مرتين ثلاث مرات يا ابو تركي ايوه ما هو يمسك منشار ويلا يبدا يقص لا يشوف كيف تربية الشجرة كيف توزيع العيدان زي هذه كان في عود عندنا هنا في النص وشلناه كان في عود هنا نايم وشلناه كان هنا ما هو عود شجرة كاملة شوف شوف بالله عليك يا ابو تركي شجرة كاملة شجرة شلناها كانت رايحة إلى هناك وصارت الشجرة معقولة وحلوة وزي الأحسن ما شاء الله ينور ما في عود داخل ما في عود طالع يعني قبل ما يمسك المنشار لابد أيوة تتفرج أو المقص بس لازم يتفرج ولازم يقرر الله ينور عليك بسم الله ما شاء الله مين أنت تشيل الحين يا علم صعب شوية إن نلقى رمانة واقفة على عود واحد تمام ولا لا لابد إن نلاقي من تحتها فروخ كثير لكن الفروخ برضك هذه ما تهمنا لابد إن بس نهوي الشجرة تهوية الشجرة إني أقص الشجرة من هنا من الرأس هذا وأقول أسوي لها عملية تقزيم وأخليها قريبة مني هذه ما تنفع ليش لأنه بعدين حطلع من وين حطلع صواريخ من هنا تمام لا حيجي فيها ثمر وحيتقعد هذه خشبه تمام يعني تطلع السرطانات من عند القص يا سلام عليك ممتاز اللي السرطانات اللي زي كذا صح هذه هذا سرطان هذا سرطان يا ابو تركي مش عارف انت شايف ما شاء الله ايوه هذا سرطان حيجيني من عند القص طيب الحين هذه احنا بنقصها تمام طيب اول ما بنقص ناخذ الناشف هذا قواعد القص تعتمد على النواشف اول شيء هذه اول حاجه النواشف صليت على النبي ونبدا نشوف كيف بنسوي فيها هذه ابو تركي السرطان شيل هذه طيب. يا علم شليت هذا ليش شليته يا ابو علي شوف
محشور مزنوق مزنوق. اسمعوا الكلام يا جماعة الخير. مزنوق طيب تمام الحين. ولا سرطانات نبغى الاستنابة تغلق كلها تنشال. هذا اول حاجة. ايوه هذا السرطانات شلينا. هذا الغصن مزنوق شلينا. شلينا خلاص يا طبعا. الله انه طالع من الزحمة. طلع يا علم كأنه في طريق خرس. يلا هذا بينشال ونبدا. ايش شوف هذا اللي هنا هذا هذا يا ابو تيم شايفه هذا داخل داخل في الزحمه كله. هذا لازم اشيله. نعم. طيب الزحمه هذه لازم تخفف علما هذه اول تقليمه لها لانها وهي احسن حاجه مشان. اول تقليمه لانك حتبني عليها. نعم سلام. ممتاز. شلينا اللي في الوسط هذا هو. ممتاز. والمتقاطعات شلها او المتصالبة اي شيء. وبالاضافة الى هذه الصغيرة كله تنشال جميع النموات الصغيرة في اسفل الشجرة. خلاص متصالبات يعني. الشيء الثالث اللي مسببه زحمة في الوسط معيقة للتهوية هذه كلها تنشأ. ايش الرابعة النقطة الرابعة؟ الحين بوريك النقطة الرابعة يا ابو تركي. الاعواد اليابسة. نعم شوف ممتاز. انت بتقعد تتفرج فيها يمين يسار كذا بتقلب فيها. ممتاز. كيف ايش قلت؟ هذه اللي انها ما تربت اللي ما تكلمت اللي ما تكلمت تربيتها زي العسل. تربيتها على يدك ها؟ ايوه تقعد تربيتها على يدك. ممتاز. شفت يا عالم كيف الرمان؟ جبتوا لنا مويه؟ خلنا نموت احسن. شرب ايوه ماي شرب. خليك شهيد الاسطوره. جيب لنا ماي شرب يفضحون حتى المتابعين بيقولون ايش هذا. يبقى قاعد يكح المهندس. ايش قلت يا ابو علي؟ ما ابغى واحد يقص من هنا. ممنوع القص. أيوة. القمم الناميه تقص لي من هنا تقص في الرمان بتاتا. لا لا تقص. شكل كذا عارف كذا حنسوي ترتيب. ممتاز. وبعدين ما بتطلع الخنازير الا منها. الله ينور. تقعد تطول 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 معاه كذا على الفاضي. الله ينور عليك.